السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزوف لون استماع، ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير حبيباتي. كما شفتوا في العنوان البنات، رايحه نشارك معكم روتيني ليومين كاملين، انا وعجوزتي وسلفتي جاو لعندي، يعني دق خاطرهم في البيت تاعهم وجاو لعندي يشموا شويه هواء ويشوفوا الطبيعه. يعني كما تعرفوا الحجر الصحي كل واحد في بيته، بصح عجوزتي كسرت الحجر الصحي وجات لعندنا ودرت شويه تحضيرات وصورت لكم غير مقتطفات هكذا باش نشارك كلش معكم ان شاء الله. اول حاجه البنات بديتها كي وصلت يعني عجوزتي، يعني بديت درت القهوه ديالي يعني مع العشيه، حبيت نشربو القهوه بالفطائر ولا بالفطاير البجويه اللي سبق ودرتها معكم في القناه. رايحه نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو تشوفوه ان شاء الله. هنا كما قلت لكم درت العجينه الفطاير، من بعد خليتها تختمر المرة الأولى، من بعد شكلتها إلى كريات، خليتهم للمرة الثانية يرتاحوا، يعني يرتاحوا غير شوية، قيس 5 دقائق هكذاك باش نبدأ نطيب فيهم. أنا درت هادو الفطاير لأنهم سهلين، يعني يوجدوا بالخف وما يسحقوش يعني وقت كبير. كما شفتوني في أول الفيديو غير زوج خبطات هكذاك ولا 3، والفطاير ديالنا رايحة يوجدو، يعني ما كانش دلك ولا تعب. من بعد هنا راني نقلي فيهم البنات، من بعد ما يعني يرتاحوا الكريات ديالي نشكلهم الى دائرات، يعني مرة تتشكل معايا دائرة مرة تجي بهذا الشكل، مي معليش، المهم الفطاير ديالنا بزاف بزاف خفاف وهيلين ويجيو فارغين من الداخل. هنا درت هذه الوصفة كما قلت لكم لانها سهلة وتشربوا بها قهوة يعني في وقت قصير، يعني توجدوها في وقت قصير كي يكون عندكم ضياف تاني تقدروا توجدوها بالخف، يعني ما تاخدش كامل الوقت. هنا راني نكمل في الفطاير ديولي حتى نكملهم كامل بهذه الطريقة ونوجد الطاولة ديالي تاع القهوة، لأنه اليوم هذا بدأ في الروتين المسائي، يعني بدأ في القهوة العصر وطلع مع العشاء، ومن بعد غدوة من داك ثاني صورت لكم مقتطفات واش درنا الغدوة من داك. هنا الطاولة تاعي تاع القهوة درت فيها الفطاير ديالي اللي طيبت، وحطيت معاهم يعني المعجون تاع المشماش والعسل، يعني كامل اللي يحبوا الخفاف ولا الفطاير بالعسل. ودرت القهوة التقليدية ماشي بلابخس، درتها ملقمة يعني تاع زمان، جات بزاف بنينة مع هادو الفطاير، وشربنا قهوتنا وبصحتنا وبصحتكم البنات. من بعد مع العشاء البنات حبيت يعني شرالي راجلي دلاعه بزاف هايله وبنينه وجدت يعني ما شاء الله حلوه، حبيت ندير معاها يعني طعام باللحم والدجاج، يعني خلطت اللحم والدجاج مع بعض. وهذه الوصفه تاني سبق ودرتها معكم في القناه، ان شاء الله رايحه نخلي لكم الرابط اللي ما شفتهوش، يعني اللي ما شافتش الفيديو. درت كما قلت لكم المرقه ديالي حمراء باللحم والدجاج، ودرت الخضر اللفت ولا كورجيت هذه هي ولاريكو يعني لوبيا موشتو، وفورت الكسكس ديالي ولا الطعام تاعي 2 فورات. يعني كاين بزاف البنات يقولوا لي وعلاش تفوري الكسكس ديالك 2 فورات برك، كاين اللي يفوروه يعني 3 خطرات. هنا المرقه ديالي تقريبا طابت، حطيت لها الراس تاع الحار لداخل ويعني تقريبا طابت، مازال ما طابتش مليح هذه هي. ونحيت اللحم وحده والدجاج وحده والكسكس ديالي من بعد ما فورته 2 خطرات. كما قلت لكم كاين بزاف البنات قالوا لي في التعليقات وعلاش تفوريه 2 خطرات ماشي 3، انا الكسكس ديالي تاع البيت يعني ما يسحقش نفوروه 3 خطرات لانه ماشي تاع
ماشي تاع براد، ماشي تاع باكيات. هادوك تاع باكيات يسحقوا يتفور يعني 3 خطرات، مي هذا تاع البيت يعني 2 خطرات يكفي، يجي بزاف هايل وخفيف. هنا عمرت الطبسي يعني الطباسه ديالي الكبار، وحطيت فيهم القرفه دائما، اللمسه هذه البجويه يعني الكسكس ديالنا بالقرفه. وكاين بزاف بلدان لي ما يعرفوش هاد الطريقه تاع القرفه فوق الكسكس، يعني كاين بزاف قالوا لي واش هذاك اللي من فوق على بالهم فلفل الكحل. قلت لهم لا لا، هذا قرفه، يعني هذا القرفه، يعني احنا في بجايه دائما نديرو القرفه فوق الكسكس ديالنا. والمرقه ديالي تاني البنات من بعد ما طبت لي كما راكم شايفين، كما قلت لكم نحيت الدجاج وحده واللحم وحده، حطيت كلش فوق الطبله، والدلاع قسمته الى قطع صغيره كما راكم شايفين. هذا هو عشانا في هذا اليوم. من بعد في اليوم التالي يعني الغدوه من ذاك هبطنا للجنان لتحت، كاين بزاف مشتركات اللي استناو هذا الفيديو حبوا يشوفوا جولة في هذا الجنان. بصح كان خرابة، رانا يعني بدينا نقيو فيه في هذا الجنان، بدينا نقيو فيه وعجوزتي جابت يعني لا بلانت هذه تاع الكاسة باش تغرسها في الجنان لتحت. كما قلت لكم الجنان هذا رانا بدينا نقيو فيه. هذه البنات رايحه نبدا لكم بالشجره تاع الرند، شجره تاع الرند كبيره وطويله بزاف هايله. درك تشوفوا كلش مع بعض ان شاء الله. كما لاقي اليوتيوب ايه نسوي لي فيو مداوي غير كان شتي ما من تنقيش زيكا عاود كاين ما عاود كان سخفي هذيك كواشي وي راهي تزرع في الكاسه صافي دايات الزوط يا خي. اه نصنع على زوح نورمال نورمال تورا تاوي تورا تا هادشي عا خاطر تاوي زوح نورمال وتنزع دا شو غانو نو كانت كي تاكا كنطرب ايه خاطر على سن 3 يوم ايه خاطر بيان شو تحبي انت ماشي نهار تجد هادي هي الجنينة الجنينة هادي الليمونة ليمونة تاع جوستي مازال تنويرة يما لافوكا سارة وين راهي لافوكا هذه لافوكا لا يبارك والله عرفت الجد لا يبارك إمالا 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 نعطي لهم كامل البنات وحدة وحدة ياك إيه إن شاء الله شوفوا شحال كبيرة البنات بزاف كبيرة طويلة 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 الله يبارك الله يبارك إما تجد سقاسك خير يعني سقاسني عداك ها المنداري تنور ضغط الله يبارك هذه المندارين هذه العين البقرة هذه الطويلة العين البقرة هذيك هذيك العينة تاع اللون ديالها غوش بزاف بنينة هذه ثاني وهذا حب الملوك كل واحد كيفاش يعيط له حنا في بجاي نعيطوا له حب الملوك ولا العين
هذه هي شوفوا عندنا زوج من تلاسقين هنا هذه لافوكا شوفوا وين وصلت شوفوا طويلة وعريضة يعني بزاف متلاصقين هادو شجور من بعد رايحة نحيو لي ما يليقش وكامل رايحة نقيو كامل هاد الجنان نقيوه كامل كامل الخرشف تيب خسيسي تيب باكوري إما تي تباكور تنا تبخسيس فرانسيس يا خير وغنيم هنا نحينا كامل هادو هكذا باش نقيو كامل هاد الجنان هذه الباكور البنات الباكور من بعد يخرج البخشيس فوالا اللي ملهيه شجرة الزيتون كبيرة هذا تاع شيخي الله يرحمه هذه الشجرة تاع شيخي الله يرحمه هيا ان شاء الله تنجح ربي اكني بها اكني بها علاش كنيتي خدم بابا هاي ما علاش كنتي اي عم غار ولا استنوا شوية هذا انا غستير سنتوش كبل كذا نجحوا ارجيك على بدك تصدع لو غير هذا هسه انا غير هذا خاطر شباب هي ماذا شوف وش كا تتفحفح هاتي لنا نزقه تتفحفح هذه كالوشة تاع رزيقة هذه تاع يامي وهذه تاع شيخي هذه تاع شيخي الله يرحمه كل واحد وشجرة ديالو الله يبارك تجا دايما الله يبارك يا سقاسة بما ما قلت الوسطان الله نسقي واحد ان شاء الله ربي ينجحها ان شاء الله اي نسمع اي نورت نورت جيلي نسمع هذه هي جولتنا البنات انا وعجوزتي وسلفتي في الجنان اللي بزاف استنيتوها كما قلت لكم الجنان هذا عنده بزاف خدمه يعني لازم نقيوه مليح ونحيو كامل الشجور هذوك اللي ميليقوش وما عندهمش حتى فايده هكذا باش تجي الجنان ديالنا مرطبه وشابه كي نخلصوا كامل الترتيب تاع الجنان رايحه ندير لكم دوره خفيفه ان شاء الله من بعد البنات كما شفتوا يعني البارح درنا طعام والمرقه باللحم والدجاج
الغدوة من داك حبيت نزيد حاجة خفيفة، حبيت نزيد غراتان تاع البطاطا. هنا غليت البطاطا وعندي كمية تاع اللحم المفروم، درت فيه المعدنوس، الفلفل الكحل، الثوم، وشوية قرفة، ونزيد حبة بيض. وخرجت ثاني من المجمد ولا في الكونجيلاتور، خرجت يعني العجينة المورقة اللي سبق ودرتها معكم في القناة. رايحة ندير خبزة تاع العجينة المورقة، وجدت ثاني خبزة تاع المطلوع مسوسة، يعني ما فيهاش الملح، على جال عجوزتي، يعني هي عندها ضغط الدم، ربي يشافيها ويشافي مرضانا. درت لها هاد المطلوعة يعني مسوسة صنسل، ودرت الفلفل المشوي بالطوماطيش حار، يعني بزيت الزيتون كي شويتو رحيتو. من بعد درت شوية زيت الزيتون من فوق وشوية ملح، هذه هي. وزدت كما قلت لكم راح ندير غراتان تاع البطاطا باللحم المفروم. هنا البطاطا ديالي من بعد ما غلات رايحه يعني نحيت لها شويه الماء ديال الاتات، حطيت فيها كميه تاع الثوم، شويه فلفل كحل، شويه زعتره، وشويه كمون، وراح نزيد حبه بيض، والملح بيان سوغ ندوقوها في الملح ولا راهي مليحه. وزدت شويه تاع زيت الزيتون، انا نحب لابيوري ديالي ولا الكراتا ديالي بزيت الزيتون. واللحم ديالي خليته يتقلى ويطيب هكذا باش نحطه يعني في الوسط، يعني بين طبقتين تاع البطاطا. بالنسبه يعني لاباط فيتي تاعي ولا يعني عجينه المورقه ديالي، نحيتها كما قلت لكم يعني ساعه ولا زوج قبل ما نديرها. حليتها هنا بالفارينه كما راكم تشوفوا، باش هكذا ندير خبزه تاع لو طون بصوص طوماط. هنا شكلت دائره بالغطا، لغطا ولا حاجه تكون دائريه. بالنسبه للعجينه المورقه البنات ما لازمش تعجنوها، كي تلموها شوفوا الطريقه، يعني تطويوها تطويوها باش هكذا تقدروا تحلوها من ضرر جديد وتجيكم مورقة. لو كانت عجنوها راح يروح لها التوريق ديالها. هنا درت زوج دائرات كما راكم تشوفوا. هنا طيبت انصوص طوماط عادية بالطوماطيش والبصل والثوم وزعترة وفلفل الكحل، ودرت فوقه طون، يعني كمية معتبرة تاع الطون ولا التونة، ونربي لها يعني الخبزة ديالي من فوق فرماج، الفرماج اللي تحبوا البنات، مام الفرماج الطري تقدروا ديروه من فوق، بعث لكم بزاف بالنهيله. هذه هي. من بعد راح ندهن الاطراف تاع دائره البيض هكذا باش ما تتحلش معانا الخبزه بهذه الطريقه، ونحط الخبزه واحده اخرى من فوق، يعني الدائره الثانيه من فوق كما راكم تشوفوا، ونعبص عليهم في الاطراف بلا فورشيت كيما راكم تشوفوا هنا هكذا، باش نضمن يعني الخبزه ديالي ما تتحلش معانا. هذه هي. بالنسبه للعجينه اللي بقات لي تاع لاباط فيتي، ما حبيتش نردها للكونجيلاتور، زينت الخبزه ديالي بهاد الشرائط كيما راكم تشوفوا، لصقتهم يعني بالبيض هكذا باش ما يتنحاوش كي تطيب، لصقتهم بهاد الطريقه. وندهن الخبزه ديالي بالبيض من الفوق كامل، ونرش عليها شويه تاع الجنجلان ولا السانوج ولا اللي عندكم يعني، ولا حبه الحلاوه. هذه هي هكذا، ندهنوها كامل ورشيتها كما قلت لكم بشويه جنجلان، وندخلها للفرن على نار 200-220 درجه باش تطيب معانا. بالنسبه للكغاتان البنات، خديت هنا مول اللي يدخل للفرن البنات، دهنته بشويه زيت الزيتون، وحطيت كميه تاع البطاطا من تحت، ونزيد الطبقه الثانيه اللي هي اللحم المفروم بعد ما طيبته، ونزيد الطبقه الثالثه اللي هي يعني البطاطا المحيه هكذا، وندهن البلاطو ديالي بالبيض كما راكم تشوفوا، وندخلها للفرن مباشره. الخبزه ديالي تاع المطلوع من بعد ما طيبتها كما راكم تشوفوا، هذه هي النتيجه.
واللي بعد جينات المورقة من بعد ما طابت كما راكم تشوفوا هنا البنات، راهي مازالها سخونة، رايحة نحطها فوق الطبسي بهذه الطريقة، يعني كل حاجة يطيب واحد واحد حتى خلصت كامل فطوري. كما قلت لكم فطور خفيف ظريف كما راكم تشوفوا هنا. حطيت تاني اطعام اللي بقالي، يعني ما نرميوش النعمه تاع ربي. سخنت المرقه وسخنت تاني الكسكس ديالنا داخل الميكرووند وحطيتهم هما تاني. هذه هي، وحطيت الكغاتان بعد ما طيبته وحمرته من الفوق، جاز بزاف خفيف وبنين، والفلفل وهذيك الخبزه تاع العجينه المورقه، يعني حاجه خفيفه ظريفه، المهم اللمه والمهم الضحكه. هذه هي كل حاجه تخلص في هذه الدنيا. هنا راني قسمت لكم العجينه، عفوا الخبزه تاعت من الداخل، يعني ذوق لاصوص طوماط والطون، يعني بزاف جات بنينه. هذه هي، ان شاء الله تجربوها. بالنسبه للعجينه راح نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. والغراتان تاني كما راكم تشوفوا هنا جا بزاف، يعني خفيف بنين مليح صوتو لايام الصيف، بزاف هايله هاد الوصفه. بعد البنات مع العشيه حبيت ندير لهم جينواز، جينواز سبق ودرتها معكم في القناه. هذه بنتي راهي تطلع في لاشونتيي بالماء البارد، وعندي كمية تاع يعني الفواكه، بنان والتفاح والتينا. راح ندير لاتارت بالفواكه. عجوزتي تحب هاد النوع من لاباتيسري، يعني تحب الحاجة تكون بالفانيليا، ما تحبش حاجة تاع الشوكولا. درت لها على الحاجة اللي تحبها وبالفواكه. هنا حشيت لاجينواز ديالي يعني بلا شانتيي، من بعد غلقتها مع بعض وغلفتها من الفوق، ودرت فوقها يعني في الاطراف درت كميه تاع الكاكاو المرحي، يعني في الدائره تاع لاجينواز، ودرت وحده صغيره لولادي. كما تعرفوا الاولاد يحبوا الشوكولا، درت وحده يعني صغيره برك، يعني هذه بنتي اللي دارتها ماشي انا، راهي حشتها يعني لداخل بلاصوص تاع الشوكولا وحبه بنان، قطعتها الى قطع صغيره، وراهي دير صوص شوكولا من الفوق وتزين فيها. وانا زينت تاعي بالفواكه بالبنان، قطعتهم كما راكم تشوفوا هنا، والتفاح تاني قطعته الى شرائح، وعندي زوج حبيبات تاع الفراوله حطيتهم يعني في الكوتي. وهذه هي لاتارت تاع الشوكولا اللي دارتها بنتي، هذه كتحليه يعني قدمتها مع القهوه تاع العشيه. بقالي شويه فطائر، الفطائر انا احتفظت بهم في السيلوفان باش يقعدوا طريين الغدوه من داك، يعني قعدوا كيما راهم، وحطيتهم تاني للقهوه، وحطيت هذا مع العصائر، يعني لا تخت تاع الفواكه ولا تخت تاع الشوكولا، حطيتهم مع العصائر والقهوه كلش مع بعض، مع العسل مع الفطائر. هذه هي، هذه هي الطاويله تاع يعني اليوم الثاني لقهوة العصر، يعني جوزنا يومين بزاف هايلين انا وعجوزتي وسلفتي. دقت يعني دق خطرها وجات نحت على خطرها، والحمد لله ان شاء الله نعودوها في ايام واحد اخرين ان شاء الله. ربي يطول في عمرها ان شاء الله، ويطول في عمر كل ام يعني مازالها حيه، واللي ماتت ربي يرحمهم اجمعين يا رب العالمين. هذه هي البنات، ان شاء الله البنات يعني تستفادوا من هذا الفيديو، لعجبكم بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة، وإلى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. سلام.